خصنا ندعموا المرأة في جميع القطاعات بما فيها القطاع ديال الخدمات، القطاعات الاجتماعية والقطاعات ديال التضامنية، ونوفر المرأة كما قلت اللي بغات تشتغل الحضانات ودور الأطفال، وغادي نهتموا بظروف الاشتغال والتنقل ديال المرأة، غادي نطور كذلك الإمكانيات للعمل عن بعد بالنسبة للمرأة، كيفاش أن بعض النساء يمكن يخدموا من المنازل ديالهم، والتكنولوجيا الحديثة اليوم سهلت الكثير من الأمور. كاين اللي كيجي من أوروبا يجلس هنا 3 شهور ولا 4 شهور ولا من أمريكا ويستراح وخدام مع الشركة ديالو يعني في الخارج. والمساهمة ديال المرأة عندها إيجابيات كبيرة، والدول اللي راهنت على إدماج المرأة في التنمية هي اليوم اللي كتحقق أرقام يعني كبيرة فيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام وتنمية بلادها، راهين يعني بالمساهمة ديال المرأة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.